ادخل يا حبيب قلبي، انا هعمل كل اللي قلت لك عليه. ايوه يا سيدي، انا خلاص عملت حسابي على كل حاجه. يا حبيبي انا بقول لك خلاص، انا رتبت كل اموري. انت بس اعمل اللي انا قلت لك عليه وخلاص، واخد بالك؟ ايه؟ طب اقفل، انا هكلمك بعدين. انت؟ ايوه، مش مصدق ولا ايه؟ عبد الله، عبد الله اخويا وصاحبي وحبيبي، من حضن اخويا. الحمد لله على السلامة. خرجت امتى؟ خرجت امتى يا اخويا؟ وحشتني. وانت كمان وحشتني. بس انت وحشتني اكتر يا اخويا. انا بسببك كل يوم ضميري كان بيأنبني ويعذبني ويقول لي يا ده زمير، انت ليه ما بتروحش تزور اخوك عبد الله في السجن؟ يا تروح زوره يا واد. بس للاسف اخويا الظروف كانت صعبه قوي، بس اقسم بالله اقسم بالله وحشتني يا اخويا، وحشتني قوي. يعني المده دي كلها يا سمير ما فكرتش تيجي تجبر بخاطري كده وتزورني في ساعه واحده في السجن؟ يا معقول؟ ما شاء الله شركه حلوه قوي وكبيره، بدل شيك وغاليه. طبعا طبعا صاحب شركه زي ديت لازم يلبس احلى واغلى حاجه، مش كده؟ مظبوط. الله اكبر. تعال يا اخويا، تعال يا حبيبي، تعال اقعد ارتاح، اقعد. ليه تعبان؟ ها قول لي، تاكل ايه؟ تشرب ايه؟ اعمل لك ايه؟ انا نفسي اعمل لك اي حاجه يا اخويا، اهم حاجه ان انا اساعدك. الحمد لله على السلامه. عبد الله، انا عارف انك زعلان مني واخد على خاطرك، بس اقسم لك بالله الموقف كان اصعب مني. انا اتحطيت في ظروف صعبه قوي، وانا لا يمكن افكر في اي لحظه ان انا اضرك، بس من صعوبه الموقف يعني كان يانا يانت. ويا روح ما بعدك روح. شوف يا سمير، انا لا جاي اعاتبك ولا حاسبك، انا جاي بس علشان احسسك الفتره اللي انا قعدتها في السجن تعذبت قوي يا سمير. المفروض يعني لما اخرج من السجن ادور على اصحابي القدام عشان يقفوا جنبي. كل اصحابي لقيتهم، اللي مات واللي سافر. بصت ايدي وش وظهر اني لقيتك موجود عشان تقف جنبي وتمدي لي ايدك بالخير. واللي فات مات. ايوه الله عليك، اللي فات مات. اسمع يا عبد الله، ما تشغلش بالك بأي حاجة وما تشيلش هم أي حاجة في الدنيا، أنا تحت أمرك. أنا عارف، عارف، متأكد وواثق إنك هتقف جنبي. أنا عارف إن أنت استندلت معايا زمان، بس معلش الظروف كانت أقوى منك. ساعات الظروف بتحكم على الواحد يبنادل، بس المرة دي بسم الله ما شاء الله الظروف اللي أنت فيها دي والسعد والهنا تخليك تقف معايا بجد، ومش هتستندل معايا تاني، مش كده برضه يا سمير؟ اه طبعا. هما ليه؟ بصراحة اللي بعتك حد ما اقدرش اقول له لا، بس الحكاية مش سهلة زي ما انت متخيل يعني، وبعدين مقابلة الكبير تحتاج ترتيب. يا كبير، احنا من ايدك دي لايدك دي، بس هو يرضى عننا. جربنا يا معلم، جربنا، وما تقلقش مننا، بعون الله هنرفع راسك. ده انا راسي مرفوع بعون الله من غير حاجه. انت في الاخر لو نفعت انت اللي هتكسب. شوف، متولي ده جاي من طرف عزيز غالي، راجل جمايله مغرقاني، عشان كده انا هقول لك المفيد. الباشا بتاعنا في الشغل ما بيعرفش في الوسايط، يعني تدفع تاخد تبيع، الفرق حلال عليك. طبعا يا معلم، ده كلام سليم وانا موافق عليه. يعني انت معاك فلوس بقى؟ امال انا جاي اتكلم وخلاص؟ عايز كام؟ اللي يبتدي ب 150,000 كويس. معاك لغايه مليون. يا عم الحاج، مليون ايه؟ يا عم تولي ما تتكلم. مليون ايه؟ علينا ناكل يا عم. انتوا مالكم انتوا؟ الله اتصرف. هجيبهم منين؟ قلت يا معلم معاك لغايه مليون.
انا هقول للباشا وهو اللي هيحدد وانت ونصيبك، بس يكون في علمك. لو قال امين فلوسك تبقى عندي في ميعادها، تظبط هتتبسط. تمام يا معلم، وانا قد الاول. ينفع تديني اسبوع واحد؟ 10 ايام، يوم زياده بعديهم ما تجيش. وانا عندي اقول يا معلم هو اسبوع واحد بس. وانا عندي اقول انا كمان 10. لو جيت بعد اسبوع اعمل لك اوفر، ابو مليون اديهولك ب900 عشان انت صدقت. بس استبينا يا معلم. بس انا يا معلم لا مؤاخذه يعني كان ليا شرط. ايه؟ انا نفسي اقابل الكبير. الله، طب نشتغل الاول وبعد كده نبقى نتكلم ونشوف حكايه الكبير. ماشي ماشي بالاذن يا شباب. عالجوها مع بعضيكم زي الفل ان شاء الله. قول لي يا عم احمد زي الفل ان شاء الله. انت جاي تشرب؟ يلا بينا تخربها. تعالى بس يا احمد هنا، تعالى تولي يا عم. فهمنا مليون جنيه اللي بتتكلم عليه واحنا عايزين ناكل اساسا. ما تقلقش يا احمد. لاش انت عارف لو ما جبتش المليون جنيه دول في خلال 10 ايام ايه اللي هيحصل؟ قسما بالله يصفوكوا هنا. يصفوا مين بس يا عم بتولي؟ انا اصفك انت كمان. هتشوف هتشوف كلامي. عادل لو الان ابعد انت، والاخر مره بقول لك. بس انا قلقان عليك يا احمد. بقول لك ايه؟ رسيني. طب انت عايز تعمل ايه؟ ولو عرفت انا معاك في اي حاجه. انا هجيب لك 5000 جنيه هتديهم لاي محامي يعمل لها سجل تجاري لاي شركه بس بتاريخ قديم، بس الشركه دي لازم تكون معروفه ومشهوره. فهمت؟ مش فاهم اي حاجه. معلش مش ممكن تفهم دلوقتي. اعمل اللي انا بقول لك عليه وبعدين هبقى فاهمك يا صاحبي. يلا بينا. يلا بينا يا متولي. ودينا في داهيه. عامله لك شويه عصير ليمون يروق لك دمك. خدي حبيبتي اشرب. لا يا حبيبتي مش عايزه. انت ما اكلتيش اي حاجه؟ ماليش نفس. محدش هيعالجه يا كمالي. لو ما دفعناش الفلوس هيموت والله. يا بنتي ان شاء الله هيبقى كويس. هدي نفسك انت بس. مين جاي السعادي؟ اخو جوزي اتصل بيا وقال انه هيجي يتكلم معايا في موضوع الورث. السلام عليكم. وعليكم السلام. جيت في ميعادك. خير يا كمالية؟ مكالمتك قلقتني. اخو جوزي جاي يتكلم معايا في موضوع الورث، عايزك تبقى واقف جنبي ونشوف هيقول ايه. وانا تحت امرك. اتفضل. اتفضلي. ازيك يا منى؟ ازيك يا نجلاء؟ كمالية عايزه ايه؟ تعالي. هو انت ليه ما قلتيش لاحمد؟ عشان لو كنت قلت له ما كنتش هخلص من سيده. وبعدين ماله عم جمال؟ هو ضايقك في حاجه؟ لا خالص، انا قلت حاجه. في ايه يا نجلة؟ صحيح من امتى يعني حاطه عم جمال في دماغك؟ ده انت حتى بتحبيه. ولا حاطه ولا حاجه، بس مش مرتاحه له كده. وانت مش شايفه شكله لابس ملون وسابخ شعره؟ ايه ده؟ مش عارفه. صحيح شكله غريب قوي. ازيك يا منى؟ الحمد لله كويسه. يا ترى كاميليا ارمله اخويا موجوده؟ اتفضل. طبعا. ده كان اجلاء. الحمد لله. البقاء لله يا اخي. ونعم بالله. اتفضل في الصالون. ازيك يا منى؟ انا مش عارفه بكره الراجل ده ليه. هو انا بصراحه مش فاهمه قوي. الحقيقه هو صعب قوي اني اكلم اي حد من اللي بيشتغلوا عندي بنفسي. طبعا المفروض في سكرتارية هي اللي بتقوم بالدور ده. بس انا الحقيقه حاسس انك هي قوي. يعني بشوفك دايما قلقانه ومتوتره. فقلت لازم اكلمك بنفسي عشان اطمنك. بصراحه يا استاذ مدحت انا ببقى مطمنه وانا معاك. لا ما تقلقش انا جايه زي ما وعدت حضرتك. هاجي يعني هاجي. اوكي. باي باي. الراجل ده مش محترم. ما انا عارفه. ولما انتي عارفاه بتكلميه كده ليه؟ عادي افهمك انا اللعبه يا ستي.
هو عامل فيها الجامد، مفيش حد قده، اللي عنده شركة أزياء كبيرة قوي وكل البنات حواليه، عامل فيها خلبوس يعني. لو النبي أو النبي. بس يا ستي بقى أنا هفضل قاعدة عاملة فيها الكيوت الهادية الغلبانة اللي مش فاهمة أي حاجة في الدنيا لحد ما أوصل اللي أنا عايزاه. وبعدين؟ ولا قبلين، هوصل اللي أنا عايزاه. هو إيه اللي أنت عايزاه بالظبط؟ حاجة من الاتنين، يا هكون رقم واحد في الشركة وده بشغلي، يا أمر لله هتجوزه وبرضه هبقى رقم واحد في الشركة. هو معقول يتجوزك؟ هيحصل وحياتك عندي لا يحصل. قلت ايه يا أرملت اخويا؟ انت شايف ان ده حق ربنا؟ انا لو جبت اي مشتري من بره هيديني سعر احسن من كده. لا خالص على فكرة، ده بيتهيألك وبعدين ده كلام اعلانات. اسمح لي يا حضرتك، كلام كامل يا صح. حضرتك بس عامل حسابك ان ده بيت عيلة وان انتوا معاها في الورث يعني، وهي مش هتقدر تبيع غير بموافقتكم، صح؟ ده مؤاخذة، احنا عيلة واحدة وأرملت اخويا وكده. حضرتك تبقى مين؟ عم جمال في مقام بابا بالظبط. هو تقدر حضرتك تقول كده ان انا صديق العيلة؟ لا طالما بابا بقى يبقى هو ده اللي عندنا كمالي بصراحة، ولو عايزة فلوسك انا بعتها لك من بكرة. احنا ما ناكلش حق حد ابدا يا عمي. عمك بس ده حرام. والله بقى نستنى لحد ما الشقة يجيلها نصيبها وتتباع، وبعدين خلي بالك اي حد هيجي يشتري الشقة ويسكن معانا احنا لازم نوافق عليه، وبعدين احنا مش هنبيع نصيبنا. عن اذنك. انت كده راضي عن نفسك؟ ايه اللي راضي عن نفسي؟ طبعا. وبعدين اقول لك حاجه كمان، احنا مش عايزين نقول لك انك مالكيش حاجه عندنا، بس انا جيت هنا عشان خايف من ربنا. وانت كده بقى خايف من ربنا؟ هو انا بخاف غير منه؟ امال ايه؟ وبعدين مش انت لما اخذه اللي هتقولي لي خاف من ربنا ازاي؟ السلام عليكم. شفتي يا عم جميل؟ الحقيقة أنا طول عمري معجب بسيادتك، وكان نفسي نتقابل من زمان، بس للأسف ما كانتش فرصة. خلاص يا سيدي، هنبقى شركة واحدة ونسايب كمان. والله لو حد قال لي اللي بيحصل ده أنا ما كنتش هصدق. الدنيا غريبة، بتقرب البعيد فعلا. قول لي، أنا سمعت إن أنت عندك مكتب في برلين. ده حقيقي، ببيع فيه المنتجات المصرية اللي ليها طابع بيئي، بسميه كرييتيف، كان ماشي كويس أوي. كان؟ يعني ايه كان؟ ما هو بيني وبينك بقى انا تعبت من الغربه وقررت استقر هنا خلاص، عشان كده سبت الواحد صاحبي يديره وبفكر ابيعه له دلوقتي. تمام. خير؟ هو اللي تحت ده جاي يخطبك فعلا؟ عندك مانع؟ لا ما عنديش مانع، بس مش قادره تاجلي الموضوع ده عشان خاطر بابا. يا ستي بابا خلاص الله يرحمه، اعمل انا ايه؟ ااجل مثلا؟ بعدين هو انا لو اجلت يعني هيرجع؟ خلاص الحي ابقى من الميت، والحياه ما بتقفش على حد. انا عارفه ان هي ما بتقفش على حد، بس الموضوع احساس مش اكتر. احساس فعلا، الاحساس ده انا سبتهولك انت يا مرهفه الحس. ميرا، ميرا، ايه مالك؟ معلش انا كويس. طب ما تيجي ننزل نتمشى شويه في الجنينه. معلش يا مروان انا عايزه ابقى لوحدي. انا مش هسيبك، انسي ان انا سيبك وانت في الحاله دي. انا عارف اللي انت فيه كويس، مش عايزه اضايقك يعني،
بس اللي انت فيه ده انا حسيته كويس قوي لما امي الله يرحمها توفت. محدش حس قد ايه انا افتقدتها او سابت فراغ في حياتي. عشان كده انا عارف كويس ان عم عبد العزيز الله يرحمه ساب فراغ كبير قوي في حياتك. معلش انا مش هسيبك وانت في الحاله دي، انسي. يلا يلا يلا. انا سالت النهارده على رصيده في البنك. يا مامي ده ازاي تعملي كده؟ افرضي عرف. مش لازم تطمن عليكي. طب طلعتي هايل. بيني وبينك لما وافق على العرض بتاعك بسرعه الفار لعب في عبي، فقلت اطمن عليكي. يعني طلعت دفيان ولا حلوه حلوه. ده انت جاي بقى تتكلم مع انكل سمير بس. الحقيقه قاعده معاه ما تتشبعش منها ابدا. انا اتفقت معاه ان انتوا الاثنين هتتفقوا مع بعض على ميعاد كتب الكتاب. كتب كتاب بسرعه كده؟ ايه عندك مانع ولا ايه؟ لا خلاص اللي تشوفوه. بقول اخر الشهر كويس. لا اخر الشهر ايه يا مامي؟ ده احنا كده فاضل 20 يوم مش هنلحق. انا مش فاهم مش هنلحق ليه يعني؟ جاهز. مبروك عليك. كويس انك لقيتك صح. ما بقاش يجيني نوم. دي هتسيبيني واقف على الباب كده؟ مش هتقولي اتفضل؟ ده انا حتى ابن عمتك. اتفضل. انا قلت اجي اطمن عليكم. انتوا عاملين ايه؟ كنت هزعل منك قوي لو ما كنتش جيت سالت. والله كمل يا غصب عني. والله انا مشغول اليومين دول في شغلانه كده واخده كل وقتي. انا لو على رايي انا اجي لك كل يوم والله. بس خلي بالك من نفسك، انا قلقان عليك ومش حابه اشوفك في اللي كنت فيه قبل كده. كاميليا لازم تشيل احمد ده من دماغها خالص. مش يمكن لسه بتحبه؟ بتحب ده ايه بس بلا قرف؟ هو انا كنت مستنيه رد تاني خالص او حتى لفظ ارقى بكتير منك انت بالذات. يا حبيبتي انا واقعيه. انا بحب الشاعر وبحب الحب، بس ده يعني مش ان انا ابقى هبله. انت ممكن بقى ما تجيبيش سيره الكلام ده قدام كاميليا عشان هي مش ناقصاكي انت ومروه. هي كاميليا ليه فاكره لغايه دلوقتي ان احمد بيحبها؟ ده لو كان بيحبها عمره ما كان هيسيبها. لو هي بتتجوز ولا كان همه، ده انا ساعتها ما حسيتش خالص انه حتى انه متضايق. مش عرفك يعني انت كنت جوه قلبه؟ لا يا حبيبتي انا بفهم في البني ادمين كويس قوي. قولي لي بقى الدكتور بتاعك عمل ايه؟ كلمي كويس لو سمحت. الدكتور ابن الناس المحترم بتاعك عمل ايه؟ انت فاهمه غلط خالص. ما انا فاهمه غلط يا حبيبتي. طب قولي لي بقى هو كويس يعني؟ اتصل بيكي كده طمن انك اتعشيتي ولا لا؟ احب اقولك ان انت غريبه قوي. لا يا حبيبتي انا مش غريبه، بس كنت عايزه اقولك انهم كلهم في الاول بيعملوا كده. انا عايزه انبهك بس. ماشي. ايه رايحه فين؟ رايحه انام. لا لا استنى لما احمد يمشي. لا الله 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 الله. ايه مالك مش على بعضك ليه يا عم جمال؟ احمد طلع عند كاميليا. احمد مين؟ احمد ابن عمتي. الله وفيها ايه؟ ما انت بتقول اهو ابن عمتي. ما انت مش فاهم، كان عايز يتجوزها قبل ما تتجوز جوزها ده وكان هيموت عليها. الله 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 الله، ده انت بتتكلم جد بقى؟ انت عايز تتجوز بجد ولا ايه؟ اهدى شويه على نفسك. تصدق انت القعده معاك ملهاش لازمه. خد تعالى بس. رايح فين؟ هتنزل ده تحت تعمل ايه؟ بتاع غاز ولا ايه؟ طب هو ابن عمتها الله بيسال عليها، وخصوصا بعد ما ابوها توفى، فانت لازم تنيل هناك. تصدق بقى انت غاوي تضايقني وترفع لي الضغط. ادي قلت اهو ضغط، وشويه تقول لي سكر، وشويه مش قادر تمشي على ركبك وهتبقى كهنه، هتمشي على حواجبك في الاخر. فشر. انا اسد وبكره تشوف. اسد مين يا عم جمال الحلو؟ اسد مين يا ابني؟ اللي عاوز يعوم ما يروحش عند البراميل، احسن هوب يغطس وما يبانش. اسمع كلامي. لا يا حبيبي
انا غطس وغطس جامد كمان وهتشوف يا عم. شوف مايوهك الواقع منك. مفيش حاجه ممكن اعملها، ولا اقدر ارغمهم على البيع، ولا اقدر اقول لهم يدوني حقي. هعمل ايه؟ مش عارفه كمال اقول لك ايه والله، بس انا شايف يعني الحاجات دي. وانت يا احمد؟ انا مالي؟ هتفضل لحد امتى من غير شغل؟ لا شغل، ما انا لسه كنت بقول لك انا داخل في شغل كويس اليومين الجايين دول، وان شاء الله هتظبط يعني، بس انت تدعي لي بس. اخ والله. طب هقول لك على حاجه. قولي. ايه رايك تجيب لي شغل معاك؟ اجيب لي مين شغل؟ شغلك انت معانا؟ اه. وانت شغاله معايا ايه؟ انت ناسي ان انا شاطره في الترجمه؟ يا واد انا خريجه ادب انجليزي. ايوه، يعني انا هعمل ايه بادب انجليزي دي؟ يعني قصدي اقول ان انت بقالك كتير يعني ما ذاكرتيش ولا قريتي انجليزي، ليكي نسيتي ولا حاجه؟ ما نسيتش، يمكن اكون مكسله او وايه يا كاميليا اللي بيخليكي تكسلي يعني كده؟ طبعا كاميليا لو عوزت اي حاجه بيكلميني طبعا، انت مش محتاجه ان انا اقول لك يعني. انا مبسوط انك عديت علينا قبل ما تروح. لا ده انا اذا كانت دي حاجه تبسطك انا هعدي عليكم كل يوم. وده حاجه بتطمني. شوفي يا كاميليا، انت بالذات لازم تكوني مطمنه على طول. سلام. صباح على خير يا كاميليا. انتي من اهله. ايه مالك؟ في ايه؟ عايزة أعمل حاجة لكن ما ينفعش. إيه هي؟ عايزة أسمع مزيكا. طب وإنتي حاسة بإيه؟ عارفة إنه ما جاش عشان، جه عشان إحنا بنات خير. أنا مش هبلة ولا أنا صغيرة عشان أفهم حاجة زي دي، بس أنا عايزة أعيش. زمان لما بابا كان عايش كنت لما بخاف بترمي في حب، النهاردة أنا خايفة من نفسي، حاسة إني محتاجة حد عشان أقدر أعيش. طيب عايز تسمعي مزيكا؟ وبابا؟ بابا كان هيعمل أي حاجة عشان يخليكي مبسوطة، أنا متأكدة.
الله يا عبد الحلاوه دي هذا عادل لعلها سجاده على الحيطه ولا ايه؟ مش مصدق نفسي المكتب ده بتاعي يا لها عسل قوي 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 لا 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 دي هتروح وتحلى على الاخر يا عدوله ايه الجمال ده؟ يلا مش مصدق نفسي يلا بقول لك ايه؟ اليافطه اليافطه هتتركب امتى؟ انا كلمت الراجل وقال لي نص ساعه هتكون اليافطه هنا باذن الله حلو حلو الكلام ده بعد نص ساعه تتركب اليافطه ده كلام عسل بقول لك يا عدوله عايزك تعمل لي اعلان اعلان تجيب لي فيه شويه شباب على شويه موزز عشان يبقوا سكرتيريا انا عايز الشركه دي تبقى احلى وابدع شركه في مصر طب وايه لازمه المصاريف يا ابو حميد بس؟ انت مالك انت بتتنفس وتسكت بقول لك ايه؟ ايه ايه الاخبار؟ كله تمام؟ كلمت لك مدير البنك اللي انت طلبته وهيجي لك بكره بعد الظهر ان شاء الله. حلو الكلام ده، امسك بقى ورقه فين؟ استنى. بص بقى ميتو الورقه دي فيها ارقام تليفونات، عايزك بكره تهريني منها تليفونات. خلصانه. ماشي؟ خلصانه. واخبار التليفونات اللي قلت لك اشتريها ايه؟ جبت لك كل الماركات اللي انت طلبتها وطلبت عربيه جبتها لك بسواق ومش من غير سواق. عسل حبيبي. نصيبك كمان. المحاسب. المحاسب عبدالله عملت ايه؟ انت هتفضل زعلان؟ يا عم بقى فك حبيبي يا ابو كرمة يا بابا حبيبي يا حبيبي بسم الله الله اكبر ايه الحلاوه دي؟ ايه رايك؟ اللهم صل على النبي جامده ها؟ ايه كده؟ اللهم قول لي عارف بتعمل ايه؟ ايوه انا هارس احبك وانت هارس حبيبي يا بص بقى انا عايزك تخش بايدك الطاهره دي على الموقع بتاع الشركه اللي اسمها نفس اسم الشركه بتاعتنا اعتبره حصل صاحب الشركه اتصور في الموقع ده يا باشا عيب اعتبرها اتبدلت حبيب قلبي والله العظيم انا عارف ان انت لا تجيب من اخر ابو كرم طب اسمع بقى ابو حميد اهم شيء اللجنه لازم تشوف مشاريع اعمال عشان الدنيا تبقى بيس كده يعني وهنجيب منين الحاجات دي الموضوع كله 10 بواك يا باشا 10 بواكي بس اه يا عم اعتبرهم في جيبك حبيب قلبي طب حلو بقى انا بقى بالصلاه على النبي كده فين في الليله دي اصل انا لمؤاخذه احب ابقى راشق شوف ابو كرمه انت هنا الله في القلب انت ابو كرمه السهم المسموم الذي اطلقه احمد حبيبه ابو احمد حبيبه ابو احمد يا سلام خلاص هتلعب رجاله يلا بينا هتلعب قوي اهلا اتاخرت يا وي مروة هاني مروة يا ستي السكرتيرة الجديدة بتاعت مدحت هاي اهلا وسهلا سكرتيرة ولا شغل احنا جايين ننبسط شوية ولا ايه؟ خلينا في باريس سيادتك بقى لو جيتي معايا في باريس هتشوفيها كأنك بتشوفيها لأول مرة انما لما لو رحتي مع البيت والله أول ما هتروح تلاقي البنات بتوع مستنيينك تحت الطيارة انت ما تتصوريش احنا عملنا ايه في باريس اصل دي تخصصي لو جيتي معايا بعد كده هتكتشف انك اول مره بتزوريها طيب عن اذنكم سامي ايه على فين هدخل طول انا كمان هدخل طول امال التانية اللي محسساني انهم مموتين نفسهم على بابي. ازيك يا ايتم؟ نعم؟ ايتم؟ ايه يا ماما؟ انت مش واخدة بالك انت بتشتغلي ايه يا حبيبتي؟ انت سكرتيرة عند مدحت. يعني زيك زي اي موظف بيشتغل عندي في الشركة. وانت عارفة بقى الموظفين عندي في الشركة بيقولوا لي ايه؟ بيقولوا لي يا ايتم هاني. انا عارفه ان انت متضايقه مني بس نو 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 خالص وانا اتضايق منك انت ليه انت مفيش فيكي اي حاجه تضايقني انا بس مستغربه ميرا محسساني ان انتوا مموتين نفسكم عشان بابي نفسي تيجي تشوفك دلوقتي ويا ترى بقى بقيت اخواتك ولاد سميه عاملين ايه ديش بارتي بالراحه عليا شويه ايتم في ايه بالراحه عليا ده ايه الكلام البيئه ده بصي هو انا مش هزعل منك عشان احنا اخوات ايه لا 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 انسي الكلمه دي من قاموسك خالص حبيبتي انا ماليش غير اخت واحده ومش طايقاها اساسا وانتوا بقى كلكوا كده انا مش عايزه اعرف فيكوا حد افهمي ده كويس قوي
اوكي؟ يلا يلا حبيبتي ما تتاخريش على المدير بتاعي، لو تاخرتي عليه هيرفدك. يلا. تمام. اه استني استني. اوعي تجيبي سيرة قدامهم ان احنا اخواتها. محدش هيصدقك اصلا. يلا حبيبتي. يا اخي انت طول عمرك محظوظ، انت بتجيب الناس دي مني انا مش فاهم. ميرسي. لا بجد طول عمرك محظوظ بجد رهيب يعني. تاخرت ليه يا ايتن؟ فاتك نص عمرك. بس استاذ ده دمه خفيف قوي بجد والله. يا بختك بيه. ها كمل بقى الحكايه. لما البنت طلعت لك الاوتيل وعرفت ان هي مصريه وطلعت عارفاك عملت ايه؟ اوعى تقول كان في بينكم قصه حب ولا حاجه. مش صدق انا الحكايات القديمه. لا حب ايه؟ دي كانت علاقه كده على الماشي يا احمد. سوري. ممكن يا مدموزيل مروه تجيبي لي علبه السجاير بتاعتي؟ طبعا يا حبيبتي قوي قوي اجيبها لك. بس خدي بالك يا ايتر السجاير دي بتموت. نورنا. أنا قلتك أصبح. صباح الخير. تفطري؟ لا أنا. فطرتي؟ ولا زي كده بتنزلي من غير فطار؟ أنا فعلا نزلت من غير فطار. طب حلو قوي، يبقى نفطر سوا. تقري؟ عجبك؟ آه ده كويس. رفضناه. ليه؟ ده كويس جدا، ده أنا شايفة إنه ممكن ينجح. ده الكاتب عنده أسلوب في الكتابة و رائع واحساسه هايل. مش عارف بس اصل انا ماليش في موضوع الاحساس ده بصراحه يعني. طب هو الاستاذ علاء قرا؟ لا ما اعتقدش. اصل بابا مش متعود يعني يقرا الحاجات اللي بننشرها. في لجنه هي المتخصصه دايما. طب انا ممكن اكلمه عشان اقوله على الكتاب ده؟ طبعا. خلاص انت على ما تجيب الفطار انا هروح اكلمه على الكتاب. عن اذنك. ادخل. اهلا اهلا يا حبيبتي. على فكره انا زعلان منك جدا. ليه بس؟ هو انا عملت حاجه؟ المفروض اول ما توصلي تيجي هنا وتصبحي عليا. طب انا غلطانه؟ لا ما دام اعترفتي بغلطك تبقي بنت كويسه. اقول لك على سر؟ قول. مفيش ست في الدنيا بتعترف بغلطها. اللي بتعمل كده بتبقى عمله نادره. يعني انا مفيش زي؟ واضح انك انت خلاص اخر السلاله. شفتي بقى الدنيا بسيطه وسهله ازاي؟ والله مش عارفه اقول لك ايه بصراحه كده. انا كل ما بخش الدار بحس اني بنسى همومي كلها. هم ايه بس بتتكلمي عنه؟ الواحده فيكم ما تمتش 20 سنه وتقول لي هم؟ 20 سنه ايه؟ ده انا كبيره خالص والله. كبيره ايه انت؟ بكتيرك فكت الضفاير امبارح بالليل. طب اقول لك ايه؟ انا جايه لك عشان اطلب منك تقرا الكتاب ده. حلو قوي. انت قريتيه؟ اه كله وبعيد قرايه فصول كده معينه عجبتني. هو كان مرفوض ولا ايه؟ اه وعايزاك تقرا. اه اوكي. طب ايه اللي عجبك فيه؟ هي حاجه خاصه بالبنات شويه. تتكلم عن مشاعر البنات واحاسيسها. طب كويس ده مهم جدا. الكاتب عبر كويس جدا عن احاسيس البنات بطريقه حلوه جدا. اللي هتقراه هتتعلق بيه. يعني حتى من الناحيه التجاريه ده مفيد جدا. طيب وادبيا؟ 80%. يبقى كويس. طيب انا هقراه واتصل بيك اقول لك رايي. ماشي يلا عن اذنك. اتفضلي. هي والدته فين؟ كانت بايته معاه طول الليل. قلت لها تروح ترتاح شويه وتعمل اكل وتيجي. خليل على فكره بقى انا عند وعدي.
مش انت رايد في السرير كده ومش قادر تتحرك وعامل نفسك عيان؟ بس انا هطلع اجدع منك، والشركه اللي قلت لك عليها هدخلك فيها شريك. هدخلك فيها شريك. تعالي معي سيكي. بقولك ايه؟ احنا لازم نتحرك عشان الواد ده ما يروحش في رجليه. انت عارفه البلد دي اللي معهوش فلوس ممكن يموت. انا لازم اروح التامين واعمل فضايح. طب هو عنده تامين صحي؟ لا. طب هتعملي ايه؟ بقول لك اعمل فضايح. الحكومه ما بتحبش الفضايح، واللي صوته عالي ممكن ياخد لو عاوزه. ما دام ما عندوش تامين صحي ايه لازمه الفضايح؟ بس هو اي حاجه وخلاص، ان شاء الله حتى مبلغ صغير يساعدنا اي حاجه. اسمعني، ازيك دكتور مجدي؟ كويس قوي ان حضرتك هنا. عامل ايه؟ الحمد لله تمام. عن اذنكم بقى انا هروح اطمن عليه. طب اتفضلي. هو عامل ايه النهارده؟ النهارده احسن كتير الحمد لله. ولو اني يعني مش حابه المستشفى دي، عشان بيقولوا لو ما دفعناش الفلوس ممكن يخرجوه، ولو خرج هيموت. يرضيك يموت؟ لا ما يرضينيش انه يموت. وعشان ما يموتش انا دفعت الاسبوع ده كله لحد انت يعني ما تتصرفي في الباقي. بجد؟ بجد. احنا مش وحشين قوي كده. انا مش عارفه اشكرك ازاي. ودينك ده انا هرده، هيفضل دين في رقبتي والله. لا لا ما تشيليش بالك من الحاجات الصغيره ديت، بعدين نبقى نتكلم فيها. هي نجلاء فين؟ ما جاتش يعني؟ لا، ونجلاء هتيجي ليه؟ هي ملهاش اي علاقه بخليل. طيب يبقى سلمي لي عليها. من عينيا الاثنين. بعد اذنك. يا متر فرحنا. ايه؟ ايه الكلام العبيط اللي انت بتقوله ده؟ يعني ايه؟ قانون ايه وزفت ايه؟ ايوه قانون ايه اللي يقول ما اشوفش ابني الا ساعتين كل اسبوع؟ وامه هي اللي تجيبه واشوفه. لا لا انا ما ينفعنيش الكلام ده. اتصرف. لو سمحتي. هو الدكتور مجدي يتجوز؟ لا مين طلب؟ ايوه يا نجلاء. بقول لك ايه؟ البسي بسرعه وقابليني قدام التامين الصحي. يلا. اقعد امريكا. ياك يجي لها مصيبه تشيلها؟ يجي لها زلزال ولا بركان؟ شرق اوسط جديد ايه ده اللي بتتكلم فيه؟ ده مين اللي جاي الساعه دي؟ طيب. طيب جاي. بس طيب بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه ايه؟ في ايه؟ ايه يا وليه مش هتقولي لي اتفضلي؟ والنبي بمسح النهارده يوم المسح الشقه تبقى غرقانه ميه. يا اختي اوعي كده وخليني ادخل. بسم الله الرحمن الرحيم، ما الشقه زي الفل اهي. ايه مش عايزاني ادخل؟ شفتي يا اختي؟ عشان انت مبروكه الارض نشفت. اتفضلي. يا سيدي اتفضلي. والنبي كنت ناوي اعمل لك شاي، بس الانبوبه فضيت ولسه ما ركبوش الغاز. ما الحكومه يومها بسنه. ولا اقول لك انبوبه احسن بدل الفواتير ولا ايه؟ انا عايز احمد يعدي عليا. يوه ما تقولي لابنك، ما هو ليل نهار معاه. انا مش عايزه ابني يعرف ان انا عايز احمد في حاجه. ليه؟ ليه يا اختي سر؟ لا لو سر تقولي لي عليه على طول، ما اقدرش اقعد كده. ده انا الفار يلعب في عب ويتنو يلعب كده ما يسكتش لحد ما اعرف ايه السر. انطقي يا اختي. لا فار ولا قط، اهدي على نفسك شويه. انا عايزه اسال احمد على حاجات كده بخصوص متولي، ومش عايزه ابني يعرف ان انا بتقص من وراه. طيب يا اختي الاخبار بقت تجيب لي الضغط. انت عارفه ان البورصه خسرت 1%؟ الواحد بقى يشيل فلوسه في جيبه
بدل ما تضيع. ولا التانيين اللي إلهي ما يوعوا ولا يقوموا دول هيفنجروا سينا؟ قال إيه؟ هنفجر البلد عشان خاطر البلد؟ ليه؟ فاكرنا دقينا عصافير ولا إيه؟ فدك بعافية أقعدي أعمل لك قهوة. من شوية كانت الأنبوبة فاضية من شوقك. تكون عايزة من ابني ايه الولية دي؟ لا تكون حط عينها عليه. حسب النسوان لما بتكبر بتتخبل. ازيك يا عم جمال؟ اتفضل. عمي وزفتي بس. انت بتقول حاجة؟ لا خالص. اتفضل. والله انت نورتني النهارده. ربنا يخليكي. اتفضل. شكرا. خير ان شاء الله. كمل يا انا كنت عاوز اكلمك بحاجة يعني. اتفضل يا عم جمال. طب هو في حد هنا الاول؟ لا. ليه؟ كاميليا. نعم. انا معجب بيكي وكنت عايز يعني كده يعني. ايه؟ مش فاهمه. ارجوك ما تصعبيش عليا الحكايه. انا عايز اتجوزك. طيب تمام، أنا مستنيك في المكتب، ما تتأخرش. باي باي. حكمت المحكمة على المتهم عبد الله خالد متولي بالسجن 20 سنة مع الشغل والنفاذ. أنا عايز أقابل مدام زينب من فضلك. على فكرة أستاذ سمير كان لسه هنا من شوية، أنا قلت أكيد إن أنت جاي تشوف. لا، المرة دي جاي أقابل زينب هاني. طب تمام حاضر، اتفضل وأنا هبلغها دلوقتي. شكر. أوكي. على كل حال أنا في المكتب، خلصي اللي في إيدك وتعالي لي على طول، عايز أتكلم معاكي في كذا موضوع. جرأة إيه يا أيتن؟ ما تسيبي ميرة وطلعيها من دماغك شوية. عجبني اللي بيحصل. عايزه حاجه؟ سلام. شكرا. صباح الخير. صباح الخير عبد الله. معقول؟ ايه مش مصدقه ولا ايه؟ وحشاني جدا يا زينب. اهلا. أهلاً. دي مقابلة تقابليني بيها بعد السنين دي كلها ولا إيه؟ لا طبعاً. إزايك؟ أنت عامل إيه؟ أخبارك؟ تشرب إيه؟ طب اتفضل اتفضل استريح اتفضل. أنت قلقانة مني ولا إيه يا زينب؟ أبداً أبداً. هقلق من إيه؟ بالعكس يا عبد الله، ده أنا مبسوطة قوي إني شفتك النهاردة. مبسوطة. حلوة الشركة. حلوة قوي. راس مالها قد ايه دي؟ مليون ولا اتنين ولا تلاتة؟ واه دي الفلوس اللي بلاش نفحر في الماضي يا زينب. هو انت خرجت امتى؟ يهمك؟ اصل انت مش فاهم اللي حصل، انا هحكي لك. لا تحكي ولا تعيدي ولا تزيدي ولا تشهدي شهادة زور زي ما انت متعودة يا زينب. شهادة زور ايه بس يا عبد الله؟ انت مش فاهم حاجة، اصل سمير انا صدقته، هو ضحك عليا واكبرني وبقى يهددني علشان خلاص. لا
عشان ولا الكلام الفارغ اللي انت بتقوليه ده. زينب انا تعبت، تعذبت، اتهنت في السجن رغم عمر 20 سنة. 20 سنة انا خارج من السجن ما بفكرش ابدا ان انا هوب تاني ناحيه السجن. اي حد يا زينب بيتسجن ويتهان ويتعذب وعمره روح ما بيفكرش في لحظه انه يرجع تاني. انا بنت الناس راجع عشان اخد حقي او تعوضيني. تعوضيني انت والبي بتاعك. ابن حلال مصفي، صدق كنت لسه هكلمك في التليفون دلوقتي اقول لك عندنا مفاجاه تجنن. ايه ده؟ ازيك يا عبد الله؟ انا كنت لسه هقول لك ان انا قابلت عبد الله. والله 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 ومالك عليا حلفان، انا كنت هعمل لك مفاجاه واتصل بيك عشان اعرفك بس ان انا مش سايبك وبسال عليك. بس اعمل ايه بقى؟ حراره اللقاء بيني وبينك نسيتني اخد عنوانك عشان اطمن عليك. طول عمرك صاحب واجب. واجب ايه؟ على فكره انا بفكر كمان ان عبد الله اخويا وحبيبي يشتغل معانا. معاك ولا عندك؟ ايه ده؟ هي تفرق يا راجل؟ ما تفرقش ولا حاجه، بس اهم حاجه عندي ان انا امسك شغلانه في ايدي. عيب يا عبد الله عيب، ما تقولش الكلام الفارغ ده. ده انت راجل على دماغنا من فوق. طول عمرك حبيبي. اقول لك ايه؟ ايه؟ ما تيجي النهارده ناخده نعزمه على الغدا عندنا على الاقل يعرف البيت ويجي يزورنا. طبعا. امال ايه؟ لا مش طبعا. مش هو ده اللي انا جاي علشانه. امال؟ امر. نقعد مع بعض احنا الثلاثه. كل واحد ياخد حقه تالت ومتلت. لو كان بابا عايش ما كانش قدر يطلب طلب زي ده. أو يمكن لو ما كنتش أرملة ما كانش قدر يطلب طلب زي ده. طبعاً أكيد فكر إنك خلاص محدش هيفكر فيكي. أرملة يعني تلبس الأسود وتقعد طول العمر حزين على اللي فات. وملهاش الحق إنها تفكر تعيش مرة تانية. جمال اللي قد أبويا بيطلب يتجوزني، أنت عارفة هو فكر في ده ليه؟ لأنه بكده بيقدم لك خدمة وإنك مش هتقدري تقولي لأ. عارفة ليه؟ عشان خلاص محدش هيبص لك تاني ولا حد هيفكر يقرب منك، وهو متأكد إن الفرصة مش لازم أرفضها مهما كان. محدش هيبص لك تاني ولا حد هيفكر يقرب منك، وهو متأكد إنه فرصة ومش لازم أرفضها مهما كان. إيه رأيك؟ تيجي نروح الشركة؟ هنعمل إيه في الشركة؟ نعمل إيه؟ تعرفيها، تشوفي نظام الشغل هناك إيه؟ على فكرة بقى أنت ممكن تشتغلي معانا كويس جدا، والشغل ده هينسيكي حاجات كتير. والله يا إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ ايه الجمال ده؟ معقول؟ انت بقيت بتعين الناس بالسهولة دي؟ انا اصلا مش هروح يا عيد. ما تروحيش ليه يا حبيبتي؟ بالعكس بقى، الشغل ده ممتع جدا وانت لازم تجربيه فعلا. صحيح نسيت اقولك حاجة مهمة قوي. انا قابلت البنت اللي هي بنت سمية اللي بابا كان متجوزها دي. بنت مين؟ واحدة فيهم اسمها ايه؟ مروة. قولي لها عيب. عيب قوي اللي هي بتعمله ده على فكرة. وان ما كانش عشان سمعتها يعني، يبقى عشان سمعة بابا الله يرحمه. يعني تستنى شوية. تستنى على الأقل دمه يبرد يعني، مش كده؟ انت حتى مفهمانا ان هما مموتين نفسهم من الزعل عشان. بس مش باين خالص على فكرة. نبهيها بقى انها مش قد اللي كانت قاعده معاه ده خالص. ده يهرسها في لحظه، يسفلتها كده. على فكره دي نصيحه مني مش اكتر يعني. انا شايفه ان احنا اخوات. صحيح احنا يعني مش شقاقه بس اخوات في الاخر. انا ما اقدرش اعز عن اختي نصيحه زي دي. عايزاكي تقولي لها السرمحه اخرتها وحشه. قولي لها بس ايتم بتقولك كده. اوكي يلا باي.
هي بتقول ايه بالظبط؟ ولا حاجة. العمر انتهى واللي جاي مش أكتر من اللي راح، والصحاب ما عندهمش استعداد يتعرفوا على أي حد ليه سوابق أو مجرم أو خريج سجون. يعني مفيش حد قدامي غيركم دلوقتي. طلباتك إيه يا عبد الله؟ الشغل يا سمير، اشتغل أي شغلانة. بالمناسبة أنا ما قلتش لأي حد تحت إن أنا أعرفكم أو في علاقة قديمة ما بيني وما بينكم. طب ما قلتلناش بس من الأول ليه؟ خفت لا تطردوني يا زينب. إيه يا عبد الله؟ إيه يا أخي حرام عليك يا أخي، ما تضغطش علينا أكتر من كده. طب ما تتصورش نفسيتي تعبت قد إيه أنا وزينب بعد ما دخلت السجن. ده إحنا حتى دخلنا مستشفى أمراض نفسية عشان نتعالج يا أخي. أنت ما تتخيلش إحساسنا بالذنب كان شكله إيه، بس الحمد لله ربنا بعتك هنا عشان نقدر نكفر عن اللي حصل. لا تكفروا ولا تلطموا ولا تعيطوا. أنا كل اللي محتاجه شغل يا زينب. شوف يا عبد الله، هو هنا يا ريت هنا يا سمير. معلش يا عبد الله هنا صعب، بس في فكرة تانية. أيتن هتتجوز واحد غني وعنده شركة بتمارس نفس النشاط، إيه رأيك تشتغل عنده؟ طب وأيتن جوزها هيوافق إنه شغلني؟ أيتن بنتنا وتسمع كلامنا، تعمل اللي إحنا عاوزينه. بس بقول لك إيه يا عبد الله، أنا عايزك تقوم تروح دلوقتي عشان جوزها لو جا وشافك بالمنظر ده يعني هيقول ايه يعني. يلا يلا بقى. طب انا هقوم دلوقتي، ويا ريت تفكروا في اللي احنا اتكلمنا فيه ده كويس قوي. مع السلامه يا عبد الله. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. ما قلتليش يعني انه جالك. ما خطرش في بالي. يعني ايه ما خطرش في بالك؟ هو ده موضوع يتنسي؟ معلش اتشغلت. اتشغلت؟ في حاجه كده انا مش مطمنه لها، مش مرتاحه. وانا كمان. أنا فعلاً اتشغلت، بس مجرد إنه يجي هنا تاني حاجة تقلق. أنا كمان مش مطمنة. طب وإحنا دلوقتي بقى هنعمل إيه؟ لازم نخلص منه. هقتله؟ تاني يا سمير؟ عايز تقتل تاني يا سمير؟ حبيبي أنا ما قصدتش، أنا ما أقدرش أستغنى عنك. طب أقول لك إيه؟ طب ما تيجي نسمع اللي بيقوله ونشغله هنا، يمكن يكون عايز ياكل لقمه عيش ويعيش في هدوء. وبيني وبينك كده هو ما عندوش وقت يضيعه في السجن تاني. فكر فيها. انا ماشي. على فين؟ مخنوق وعاوز اقعد لوحدي شويه. عن اذنك. اتفضل. مليون جنيه يا باشا. القدر مظبوط، واللي يخلي البنك يتاكد ان انت كيان اقتصادي غير عادي مش اقل من 20 مليون. وبعدين عايز اقول لك على حاجه، حجم الاستثمارات كبير ويغطي. انا هفهمكم اللعبه. شوفوا يا جماعه، الموظف في مصر شخص احساسه دايما ان هو مقهور ومظلوم، والاحساس ده هايل. احنا ممكن نلعب عليه كويس جدا. واحده واحده عليا يا ابو كرم عشان افهم. اوكي. المنظومة عندنا بتقول إن الموظف دايماً عينه مش شبعانة، غلبان وبيحارب على كل حاجة، حتى المواصلات اللي بيروح بيها شغله تاني يوم بيبقى نايم يا عيني يفكر فيها. للأسف الكلام اللي بيقوله ده حقيقة. بالظبط يا باشا. وبعدين لما بيشوف أي حد صاحب سلطة أو راس مال أو كيان اقتصادي بيبقى حاسس إن الدنيا هتضحك له وإنه هينوبه من الحب جانب. واحنا بقى مهمتنا ان احنا نحسس الموظف ده ان الدنيا هتاخده بالاحضان، مش كده؟ برافو. هو ده يا باشا. تمام. لا بس انا عايز اقول حاجه مهمه قوي يا جماعه. موظفين البنوك بيقبضوا 24 شهر في السنه، بيقبضوا كتير قوي، يعني مش موظف عادي. ما انطبقش عليك الكلام اللي بيقوله ابو كرمه، ولا انت ايه رايك؟ غلطان يا باشا. الموظفين في كل مكان نفسيه واحده، كوبي بيست، صدقني. هات من الاخر ابو كرمه عشان زمان متولي جايب مندوب البنك ودخل علينا. ازبله يا باشا. ازبله؟ ازبله ازاي واحنا محتاجينه؟ بقول لك ازبله، احنا مش محتاجين قرض البنك، بالعكس البنك هو اللي محتاج انه يتعامل معانا. وبعدين؟ احنا هناخد القرض بالدولار وبعدين نحوله لحسابك. انا مش فاهم اي حاجه. الدولار في الطالع يا باشا. طب ما احنا اللي هناخده بالدولار هندفعه برضه بالدولار يا ابو كرمه. مش شرط يا عم. ايه اللي مش شرط بقى؟ انت مريب يا ابو كرمه، احنا مش فاهمين منك اي حاجه على فكره. انا مريب؟ ماشي. طب سيبوا الموضوع ده عليا انا، بس على شرط
تعمل كل اللي انا هقول لك عليه. ماشي اوكي. اهلا اهلا، منور الدنيا كلها. اتفضل اتفضل. اتفضل مندوب البنك يا فندم. اتفضل احمد بيه، النهارده ميعاد حضرتك في سفاره كندا. سفاره كندا النهارده الميعاد. طب ايه تحب حضرتك اجله لك ولا حضرتك ما يسمحش؟ يعني مش هينفع عادل تاجله. تحب يا فندم اجل حضرتك وقت تاني؟ لا لا خالص خالص خالص. بالعكس، ده احنا عندنا وقت كافي قوي نقعد مع بعض. اتفضل اتفضل. احمد بيه، انا عملت ملف كامل بكل تعاملات الشركه الماليه والمشروعات المستقبليه. كويس، اتفضل يا فندم. كويس قوي الكلام ده. لا لا يا فريال، ده عريان قوي. عريان؟ نص كم يا خالتي تقولي عليه عريان؟ وبعدين انت هتقعدي بيه في البيت، يعني مش هتخرجي بيه بره. لا برضه انا كبرت، وبعدين هلبسه لمين؟ والله انت لو لبستيه هتبقي زي القمر. انت عارفه اللي يشوفك يقول عليكي بنت امبارح. يا بنت بطلي باكش. انا؟ لا والله العظيم ابدا. انت عارفه انا قبل ما اسيب التعليم لما كنت بروح اعدادي كانوا يقولوا مين العسل الاموره الصغننه دي. فاكريني في ابتدائي طول عمري ابان اصغر من سني. شفتي؟ اديني ما قلتش حاجه من عندي. ياما ياما جالي خطاب اشكال والوان، لفش حظي الزفت وقعني في ابو احمد. ما كنتش عارفه. طب وفيها ايه؟ ممكن ترجع لي لازماتها؟ اتجوز؟ وماله؟ لا 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 لا، ازاي؟ صحيح انا حلوه واي حد يتمناني وزي القمر، بس اقول ايه لابني؟ تقولي له ان من حقك تتجوزي. بت انت حد كلمك عليا؟ كتير والله، بس انت بقى تقولي مين يا بت؟ لا 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 يا خالتي، ما تضغطيش عليا، احسن ده قايل لي ده سري بيني وبينه. عرفته. مين اللي ساكن على السطح جديد اسمه عبد الله؟ هو ده، بس ما تقوليش بقى ان انا اللي قلت لك. يا اختي انا واخده بالي، طالع نازل يبص لي بصات كده زي اللي كان بيبصها لي المرحوم. انا عارفه كل حاجه. شوف الراجل قال ويقول لي بتكسف ابص في عينيكي. ده انا واخده بالي قوي، بس عامله نفسي من بنها. حلو والله كويس. وده بيشتغل ايه يا بت؟ مش عارفه، بس عادي اجيب لك قرار. ماشي. ده قمر وشكله ابن ناس طيبين وشكله ما يعديش ال40. انت عارفه انا اول ما قلت له ان انت ام احمد والله ما صدق. ما انا مخلفه احمد وانا عندي 12 سنه. لا والله. هو انت واخداني على فين؟ عايز اعرف اطلع له ازاي علاج على نفقه الدوله. طب ما كنا نسال الدكتور مجدي. لا يا ستي انا ما بسالش حد، انا بسال نفسي وخلاص. ليه يا بنتي؟ ما ممكن يفيدنا، يعني احنا هنخسر ايه؟ يا ستي الراجل ده كان متجوز ومطلق وعنده عيل كمان. وانا مالي يعني؟ وانا بقولك تعالي نتكلم معاه ولا نقعد معاه؟ انا بقولك تعالي نساله، انت حره. ما تزعليش مني يا نجلاء، وانت عارفاني ان انا مدب وصريحه كده، بس اللي عايز ينجح بيعمل كده، ما بيضحكش على نفسه. والصراحة بقى أنا حاسة إن هو بيقرب منك وأنتِ مبسوطة بكده. وأنتِ عبيطة؟ لا مش عبيطة، واللي عرفته كان لازم تعرفيه، وأنتِ حرة بقى، يلا بينا. بعد إذنك لو سمحت، كنا عايزين نستفسر عن حاجة. هي مش بتسألك؟ المفروض تقوم تقف وترد عليها، أنت مش موظف هنا ولا إيه؟ أنتِ اتجننتِ ولا إيه؟ أنا مجنونة بقى، إيه رأيك؟ طب تعالي بس نسأل حد تاني. لا هو اللي هيجاوب. وهيوديني كمان مطرح ما انا عايزه. ايه البلاوي دي على الصبح؟ طب ايه رايك بقى ان انا هوديك في 60 داهيه؟ في ايه بس يا منى؟ في ايه؟ في اني عايشه في البلد دي، والوزاره دي معموله عشان تخدمنا، والموظف اللي مش محترم ده لما حد يساله يجاوب على طول. دي لازم تعيشي. اوعي تستنى لغايه ما العمر يعدي منك تخسري كتير. دنيا مروه ما بتعترفش غير بالقوي، والقوي هو اللي معاه الفلوس.
وديكي شفت اختك عملت فيكي ايه؟ انا مش قادر اصدق انت ازاي قدرتي تمسكي روحك. بس انا ممكن اخليكي احسن منها مليون مره. عارفه لو سمعت كلامي انا اعمل منك نجمه. خلاص وانا من ايدك دي لايدك دي. بحبك. انا نفسي افهم اعمل فيك ايه. انت كان نفسك تطلع جاسوس وانت صغير وما عرفتش. بقول لك ايه يا الغني؟ ايه مالك؟ تعالى بس عايزك في حاجه مهمه قوي والله. هو احنا ليه ما نعملش زي ميت حلاشة؟ إيه مش فاهم نعمل يعني ايه يعني؟ يبقى لينا شركتنا الخاصه بقى ونكبر بقى وكده. انت اتجننت؟ لا يمكن. انت عايزنا نخون؟ ايه في ايه؟ بالراحه يا عم اهدى بس. انت عايزنا نخون صاحب المكان اللي بناكل من وراه عيش؟ يا سلام. وهو الخنصره اللي احنا بنخسرها من كل عمليه والتانيه دي مش خيانه ولا ايه؟ لا دي عموله. عموله تحتاني بند بقى ان شاء الله. تحت بند بذل الجهد والاجتهاد. وبقول لك ايه؟ هو احنا قد السوق؟ والنبي طلع الصراصير اللي في دماغك دي مش ناقصك. استاذ لؤي، استاذ لؤي، استاذ مدحت عنده اجتماع مهم جدا جوه. مع مروه؟ هو قال لي كده وانا بنفذ اوامر حضرتك. طب ما انا كمان عايزك في حاجه مهمه وجدا كمان. وانا تحت امرك يا فندم طالما الموضوع يخص الشغل. ايه هو الاجتماع اللي جوه ده هيطول يا طويل يا فرع انت؟ والله من النهارده مروه هتبقى مسؤوله عننا شخصيا. هي سكرتيرتي الخاصه. كمان هتبقى موديل مهم جدا. لولو. تحت امرك يا فندم. اعمل اللازم. عيني. اتفضلي معايا يا انسه مروه. طب ما نستنى لحد ما ايه؟ ما يفوق ليكون في علمك اهم قرارات بناخدها في الشركه دي ومخلينا نمره واحد ما بتتاخدش غير وهو في الحاله دي. ما تشغليش بالك انت، تعالي بس. اوكي. ما كفايه عياط بقى. الامور ما تتاخدش بالشكل ده. افتكرت بابا يا نجلاء، افتكرته. بابا كان تعبان قوي وبيجي على نفسه، محدش فينا كان عارف حاجة. عاش أكتر من 25 سنة بيشتغل موظف عشان في الآخر يطلع ملوش معاش. لما تعب ملقاش حد يعالجه. أقول لكم حاجة تضحك؟ ايه؟ عم جمال جه النهارده يخطب. ما كفايه عياط بقى. الامور ما تتاخدش بالشكل ده. افتكرت بابا يا نجلاء، افتكرته. بابا كان تعبان قوي وبيجي على نفسه، محدش فينا كان عارف حاجة. عاش أكتر من 25 سنة بيشتغل موظف عشان في الآخر يطلع ملوش معاش. لما تعب ملقاش حد يعالجه. أقول لكم حاجة تضحك؟ إيه؟ عم جمال جه النهارده يخطب. لمين؟ لمين؟ اللي لمين؟ لنفسه. جه هنا وكان لابس الحته اللي على الحب ومسرح شعره وعينيه بتبص لي كده نظرات غريبه، عامل فيها بقى واد ابن 30. قال لي انه بيحبني وعايز يتجوزني. جات لك الجرأة ان هو يقولها؟ لا يا كاميليا، اوعى تقولي للراجل انك موافقه، ده ممكن يروح فيها. أنا قلت أتجوزه يوم ويموت بعد كده، يعني يبقى أنا ابني ثواب إنه دخل الدنيا قبل ما يودع. أنتي وهو وداع يتعمل له إيه؟ فرح وزفة وكوشة وكده؟ يلبس بدلة كده ويقعد جنبك في الكوشة فعلاً بعد العمر ده كله؟ وأنا أقعد جنبه في الكوشة وألبس فستان أبيض منفوش. راحت خالص. يا رب ان حد فيكم يحس باللي انا حاسه. كاميليا انا هموت من الجوع.
عامله لك رز ابيض بالزيت بيلمع مفلفل قرديحي حاجه اخر روقان. ايه مفيش لحمه؟ لا يا حبيبتي، الفتره الجايه دي انا مش عايزه حد يفكر في موضوع اللحمه ده خالص. عيب عليكي، عيب عليكي، انت فاكرانا فقرا ولا ايه؟ طب انا بقى وغلاوتك عندي لا اعزمك على شويه كباب وكفته، انما ايه؟ انت يا بنت انت غنيه واحنا ما نعرفش. ايه شغلانه الشحاتين بتاعتك دي شكلها بتجيب فلوس ايه؟ امشي شحاتين في عينك، انا بلف على كعوب رجليا عشان اعمل قرش. طب يا اختي ما ينوبك ثواب في اختك وتاخديني معاكي الشارع ده. يا ريت يا كاميليا. بس ما ينفعش. ليه يا ام؟ يا حبيبتي انت حلوه زياده على اللزوم، اداري ايه ولا ايه انا؟ انت فيكي انوثه متفجره. يا اختي متفجره مين؟ خديني معاكي انزل الشارع اشوف الناس، يمكن اشوف واحد بيبص لي كده ولا كده نظره ذات مغزى، بدل ما تفجر هنا في البيت لوحدي من غير ما حد يحس بيا. مبروك علينا القرض يا رجاله. الله يبارك فيك يا باشا. تولي تعال نقول كلم المعلم قول له احنا جاهزين. اظن كده بقى احنا ممكن نقفل الشركه ونوقف نشاطها. ليه؟ ليه يا ابو كرم؟ نقفل الشركه ليه؟ ايه يا عم اللي انت بتقوله ده؟ احنا لحقنا نقفل. ايه يا عم؟ انا عندي حل. ايه هو؟ ايه رايكم نغير نشاط الشركه بس؟ تقصد ايه يعني؟ هقول لك اقصد ايه بس ما تزعلوش مننا يا جماعه، احنا اخوات يعني. نتغدى بس انا وانت وبعد كده مش عامل حسابكم والله معلش، نتغدى انا وانت بس واحكي لك على في دماغي. والله عارف ان انت اللي هتشعشع وتجيب الكبيره يا عدوله. اقول لك حته اكله بقى. ابو جمال. عبد الله ازيك؟ اخبارك ايه؟ تمام زي الفل. عين عليك بارده. ايه الجمال ده؟ شكلك مبسوط قوي قوي. ايه خير؟ اسكت مش انا طلبت ايد كاميليا. الله 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 والله عظيم. ايه عملت ايه بقى؟ ده انا ساعه ما قلت لها كشفت وحطت وشها في الارض ووشها جاب كل الالوان. بس انا متاكد انها هتوقف. ان شاء الله ان شاء الله ربنا يفرح قلبك. ربنا يكرمك. ربنا يفرح قلبك ان شاء الله. يا حاج جمال. ايه يا حاج جمال دي وانا عندي 100 سنه؟ حاج جمال. نعم يا خالتي. حاج جمال والنبي عايزاك شوي. حاضر. سي عبد الله. وانت طيبة. اتفضلي. مالك؟ ما حسسيني انك اول مره تيجي. لا يا لمار ما كانش ينفع اجي لما اخلص شغلي الاول. وانا صاحب الشغل وبقول لك نورتي. وانا هطلع اغير هدومي لحد الغدا ما اجي. تعرفي ان كان عندك حق. في ايه؟ الكتاب. انا وافقت على نشره. الفن ده تذوق. واضح ان كل اللي عندي اعتبروا نفسهم موظفين. يا نهار ابيض، بس انا والله اسفه مش عارفه. مالك؟ لا ابدا، بس انا لما بسمع المزيكا بحس ان انا مش موجوده، بحس كان في حاجه جوايا بتتلاشى وبتخرج من جسمي. تعرفي انا كمان بحس بكده. الله الله الله، سلام.
عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ست جمالات. يا اخويا في ايه؟ ايه المقابله الوحشه دي؟ لا مؤاخذه بس اصل انا يعني مش متعود ان حد يجي يزورني هنا غير الحاج جمال. اصل انا بصراحه كده قعدت مع نفسي ولقيتني قابلتك وحش قوي فقلت اجي اعتذر لك. ده فضلت خيرك حاجه كده ترم بيها عظمك. اصل الناس بقت وحشه قوي يا اخويا. كل واحد يجي يأجر الأوضة يا يمشي بمصيبة يا يجيب لي مصيبة. لكن أنت حاجة تانية خالص. طب الحمد لله. الحمد لله يا رب نكون عند حسن ظنك وتكوني راضية عننا. طبعا يا أخويا لازم أبقى راضية عنك. بس أنا سمعت إن أنت لقيت شغلانة كده. في الحقيقة الحمد لله الحمد لله الحمد لله. طب أقول لك إيه، لو الشغلانه مش عاجباك. لا انا شغلتي زي الفل زي الفل الحمد لله. تعالى بس اشتغل عندي. لا ربنا يخليك ويكتر خيرك زي الفل. اصل انت يا اخويا مش عارف الوحده وحشه قوي. اسالني انا عليها. اوعى تعمل زيه وتبقى وحيد. استنى بس استنى بس وانا كل ما اقرب منك تمشي وتسيبني اخص عليك. ربنا يكرمك يا رب. ما تقوليش الكلام ده. سني ايه وكلام ايه؟ انتي لسه صغيره. ما انا بقول كده برضو. بصي بقى. طب استنى ست جمالات اصلا. لا 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 لا. سيبك منها سيبك منها، هي تشوفني كده تموت تولع عشان احلى منها واصغر منها. والله اسمع الله ياللي بتتمعي باليومين في الجاز عشان تجني القاشر. اهر يا مهري كمان والنبي يا ولية. عيب عليكي، ده انت من ايام الملك والجنيه جبس. سيبك سيبك منها يلا تعالى كل. ويا ترى الشيء اللي انت جايباه ده مسكره ولا جايباه يعصلهولك؟ عاجبك كده يا سي عبد الله؟ اتاكلوا على قد اتاكلوا. يا عم راح فين يا عم؟ راح فين يا عم؟ وسع يا ابني وسع. اسف بس هروح لهم المره الجايه تاني والله العظيم ما هنسيبه. احمد مش فاكر منين يا ميتو. يا احلى ميتو في الدنيا صاحبك اتباع. يلا يا عم يلا يا عم ربنا يرزقنا. انت رايح فين؟ انت رايح تخطب؟ اخطب يا بنتي. الموضوع اكبر من كده بكتير قوي 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 قوي. امال ايه؟ ده لبس الشغل الجديد. شغل جديد؟ وده جالك امتى ده؟ الشغل ده عجبك قوي يا كاميليا قوي. واضح. ما هو واضح ان هو شغل مهم. ايه بقى احكي لي. شوف يا ستي، واحد صاحبنا كان بيشتغل بره ورجع عمل فلوس كتير قوي وقال لي يلا بقى اما شغل احمد واصحابه معانا. لا انت بتتكلم بجد؟ والله. طب ده خبر حلو قوي. تعالى هنا عايزاك. اهدي كده ما تتعفرتيش. ها اهدي. كنت فين انت والبي كده ولابسين على سنجة 10؟ بقول لك ايه، ما تسيبك من احمد ده بقى وتركزي معاه شويه. ها انت هبل ولا شكلك كده ليه؟ ده راجل قلبه مولع ومليان وانا واحد قلبي فاضي. ينفع نسيب بعض كده؟ ما يصحش. وما تنساش جيبك. ماله جيب؟ يعني هو جيبه يعني ما شاء الله بيخر فلوس؟ ما عيب عليك اللي بتقوليه ده وعقلها في ريال. اخلصوا من الاخر. كنت بتعملوا ايه؟ هقول لك كنا بنعمل. احنا لا مؤاخذه كده كنا بنحب في بعض. كنا عاملين كونتاكت ملمسين يعني. ايه رايك؟ ايه اللغه اللي انت بتتكلم بيها دي؟ بقول لك ايه في ريال؟ انا هقول لك كلمه كده تحطيها حلقه في قلبك. اعقلي كده وفكري كويس عشان الراجل ده مش بتاعك.
وانا اللي بتاعك وانا اللي باقي لي. تمام؟ وبكره تعرف. السلام عليكم. لا بس انا قلت له انا ما بشتغلش عند حد يا حبيبي. ما هو ما يفضلش شغال هناك بيبعت بس في فلوس وانا هنا اللي طبعا عينيا. ليه يا احمد تقول له كده؟ ليه حرام عليك؟ دي كانت فرصه كويسه. لازم اقول له كده وشرطت عليه ان انا اخش معاه شريك. اي نعم النسبه صغيره بس الصغير بكره يكبر وبعدين عشان عارق كمان ما اروحش اهدر ولا ايه؟ يا اخويا مش لما يوافق مش هيوافق. وافق وافق وبصم بالعشره كمان. انت مستقلاها بحبيبك ولا يا بنت؟ الراجل وافق؟ طبعا. انت كان عندك حق لما قلت ان الواحد المفروض يستنى لغايه لما الفرصه الصح تجيله. يا كيمو انا طول عمري كلامي صح. عارفه. ها قولي لي بقى كنتي عايزاني في ايه؟ مفيش، حصلت حاجه كده غريبه ما كنتش عارفه اعمل ايه. ايه؟ امي ضايقتك تاني ولا ايه؟ سيده؟ لا ما بتضايقنيش، ما بزعلش منها. امال في ايه يا كيمو؟ قلقتيني. عم جمال. عم جمال مين؟ صاحب ابويا. ماله؟ جمال ماله؟ عايز يتجوزني. عم جمال عايز يتجوزك انتي؟ والله يا العظيم. لا هو الراجل ده اتجنن في دماغه ولا ايه؟ في حاجه اسمها كده؟ ما يشوف سنه. لا 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 ما تقلقيش، انا هظبط لك الموضوع ده وهظبطه لك على الاخر، ما تقلقيش. انا على فكره لما كلمتك في الموضوع ده علشان انت راجل العيله والمفروض انك تعرف كل حاجه ولا ايه؟ ايه اللي ولا ايه يا كاميليا؟ في ايه؟ طبعا انا راجل بيت بعد الله يرحمه خالي ما توفى. طيب تمام ما تقلقيش، انا هتصرف في الموضوع ده مظبوط. اسمعي بقى لما اقول لك، الراجل ده ما يدخلش البيت ده هنا تاني، فاهمه ولا لا؟ ولو شفتيه في الشارع تدي له ظهرك، تمشي من شارع تاني. احنا ما عندناش الكلام ده هنا في 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 العيله. سلام. كان لازم تقولي له؟ طبعا. راجل العيلة ولازم يبقى عارف كل حاجة. وبعدين عم جمال كان لازم حد يوقفه عند حد ويقول له عيب. وانت بقى قلتي له عشان عايزة يوقف عم جمال عند حده ولا عشان عايز تعرفي منه حاجة؟ على فكرة انت بتقولي كلام غريب قوي. كاميليا خدي بالك أحمد مش زي ما انت فاكرة. وبعدين إيه حكاية إن هو بقى شريك في الشركة دي؟ تخش عليك انت؟ انت لا صغيرة ولا جهلة يا كاميليا. طب وايه المشكله في كده؟ ما تخليش قلبك هو اللي يحكم على الامور يا كاميليا. قلب ايه بس يا نجلاء؟ انت بقيتي تقولي كلام غريب قوي. ماشي. رايحه فين؟ عندي مقابله شغل. شغل؟ ما قلتليش يعني. الدكتور مجدي كلمني وقال لي ان هو لقى لي شغل عنده في المستشفى اللي هو بيشتغل فيها في الخدمه الاجتماعيه. خدمه اجتماعيه ايه؟ انت مالك انت ومال خدمه اجتماعيه؟ انت تجاره. طب وفيها ايه يعني؟ هو في حد يعني بيشتغل بالمؤهل بتاعه يا كاميليا؟ سلام. ما تتأخريش يبقى طمنيني عليكي. ماشي. والله البت نجلاء دي ولا فهم حاجة. ده كان هيتجنن لما سمع اللي أنا قلته. ويا كاميليا خبريني. ولا ولا لا يا ابني بتاعتي. احمد عايزاك. سوك يا ابني على قهوه. يعني ما جيتش امبارح ولا قلت سلام؟ سلام يا بنت. لا والنبي. عايزه ايه؟ ارغي هاتي اللي عندك. عايزاك.
ماليش مزاج. نعم ما سمعتش يا بنت، بقول لك ماليش مزاج عشان تعبان شويه، افهمي بقى. خد هنا. عايزه ايه؟ عايزه ايه يا فريال؟ انا عايزه اتكلم معاك. بالليل. بالليل. وهتبقى فين بقى بالليل ان شاء الله؟ موجود. مانيش خارج، كلمي انت بس ومالكيش دعوه. ماشي، لما نشوف يا احمد. سلام. عايزه ايه تاني؟ متولي كان بيقول لي انك هتعمل شغل على كبير. هو قال لك ما انت ده انا كنت عامل لك مفاجاه. اسمعي خبر حلو قوي 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 قوي. ماشي يا احمد. تصدق يا جمال انا مضايق علشانك جدا، بس انت حر. ايه ده مضايق من ايه ان شاء الله؟ شكلك وعمال تصغر في نفسك وعمال تصبغ في شعرك وتلبس الوان مش بتاعتك، وبينك شكلك بقى مسخره. تصدق بقى ان انت راجل عيل ادب وانا غلطان اللي باجي لك؟ خلاص بقى يا عم ما تزعلش. انت مش قلت انها عندها استعداد وموافقه على اللي انت طلبته منها؟ ايوه. خلاص يبقى ربنا يهنيك. هو كده؟ هو ده الكلام اللي انا بحب اسمعه. عارف يا واد عبد الله، انا اكتشفت ان الحب ده حاجه جامده جدا. يا سلام. والحب ده انت اكتشفته فجاه كده؟ مش عارف يا اخي، تهيألي كده ان انا كنت بحبها من زمان وانا مش واخد بالي. الله يفرح قلبك. استنى بقى علشان ناكل لقمه مع بعض كده. عندي خير كتير كتير قوي. تعرف يا سيدي بقى الصينيه دي بتاعت الاكل مين اللي جابها؟ مين؟ جمالات. والشاي اللي وراك ده من سيده. جمالات جاب الصينيه دي؟ لا افهم. وسيده سيده الريحه البخيله جايبه لك الشاي؟ والله. غريبه غريبه والله. سيبك بقى من الاكل والشاي والحاجات دي. قول لي انت مبسوط في الشغل الجديد بتاعك؟ الحمد لله نعمه. بس انا بفكر اسيب الحكومه يعني، بس بصراحه بقى يعني عايز ابتدي حياه جديده، اعيش بقى واكون نفسي. وبعدين مش معقول انا وكاميليا يعني هنعيش بالمرتب العبيط بتاع الحكومه ده. كاميليا، عارف يا عبد الله أنا نفسي كاميليا دي تحس إنها اتجوزت راجل، راجل ماله هدوم صحيح، يعرف يسددها ويهنيها ويوريها العز اللي ما شافتوش في حياتها. طب يلا يا جمال عشان الكوارع لما بتبرد ما بتتاكلش. يلا حبيبي. لا معلش كل انت، انا عامل رجيم عايز انزل لك الكرش ده شويه. قول لي يا عبد الله، ما تشغل لنا حاجه هنسمعها؟ عندك عمرو دياب او حماقي؟ شوف لك. بقول لك يا جمال، لو انت سبت الشغل هتشتغل ايه؟ يعني صنعه كنت عارفها زمان، بتفهم في التجاره، لو انت عندك عقد عمل وسافرت بره هتشتغل ايه؟ انت مؤهلك يا جمال. مؤهل ايه وصنعه ايه؟ الحاجات دي ما بتفرقش في الجواز. لا تفرق قوي، وانا بنبهك. يا سلام بتنبهني. قول انك غيران مني. غيران منك؟ ايوه. لو كنت شفت السطح النهارده، ايش صواني اكل وشاي، انا كنت حاسس ان انا النهارده كريم عبد العزيز. كريم عبد العزيز بعد مصلعه. افرح يا لهوي يا خلو على الحمامات والعسل يا خرابي عليكي وعلى ايديكي العسل. بطاطس يا سكر. شكلك مبسوط يا واد. ياما والله مبسوط شويه. عقبال حمام العروسه يا دنار. يا رب ياما. تعالى ولا هنا. تعالى. ايه ياما في ايه؟ ما انت كنت لسه بتدعي واقف قدامك. تعالى. لا الهوي. تعالى. نعم. ولا اللي بينك بقى وبين الواد احمد، انا رحت لامه قلت اشمشم كده يمكن اعرف حاجه، لقيتها زي مش عارفه اي حاجه. انت بتتجسس عليا يا اما؟ انت يهمك في ايه الكلام ده؟ يهمني؟ يهمني ده يا واد؟ يهمني ان اطمن عليك واعرف انك مش هتسافر تاني. يا اما اهدي اهدي، مش مسافر وقعت لك قدام طبق البطاطس. مش مسافر. الحمد لله. تعالى هنا. قول اهو. ناوي على ايه؟ هقول لك بعدين يا اما كل حاجه. يا اما صريني دلوقتي. المحروسه في ريال كانت عايزه منك ايه يا واد؟ ياما كده كتير.
انت قاعده بتتجسس عليها من ساعه ما انا جيت، وده ما ينفعش. البت دي تسيبك منها خالص، البت دي مش مظبوطه لا هي ولا امها. طب وانت عرفت منين يا امه؟ انا يا حبيبي اعرف اكتر منك، الاشكال دي انا عارفاها اكتر منك. وبعدين يا واد انت ناسي ان هي حط عينها على احمد؟ لا استني بقى، طالما جبت سيره احمد والشغل ده، الكلام ده كان زمان يا امه، ايام عسكر وحراميه بره في الحاره، ايام ما كانوا عيال. يا لهوي يا لهوي يا لهوي على وكستي في ابني. هو انت واد ممكن تفكر في واحده حط عينها على راجل غيرك؟ ياما ايه المشكله؟ طالما هي سليمه وده زمن وفات، ايه المانع؟ مفاتش يا روح امه. نهار اسود فاطمه، بقول لك ايه، انا جعان وعايز اكل لقمتين عشان اخش انام وعندي شغل بالليل. ماشي سلام بقى. اقعد هنا بلا شغل بلا زفت، فهمني شغل ايه؟ شغل ياما شغل وخلاص. شغل ايه اللي عندك بالليل؟ بصي يا خليل، عينيكي دي اللي بتخلينا قر على كل حاجه. انت بص اما يا شغلانه كده هتخلينا نطلع فوق شويه، هتخلينا نشرب حاجه ساقعه وناكل لب وسداني ونطلع من الدور التحتاني وندلدل رجلينا وهيه بقى هيه هيه. يا رب يا اخويا من بقك لباب السما يا رب. انا عايز اكل حاجه غير البطاطس دي، عامله اكل ايه؟ عامله ملوخيه. يا لهوي ملوخيه بايد خله؟ اه. انت عارفه بقى ان الملوخيه بتاعتك دي يامه ما بتتاكلش كده بالعيش، دي بتتحط في كوبايه كده وتتشرب زي الويسكي. يو كيسك انت يا واد، كنت بتشرب منكر وانت بعيد عني؟ لما منكر ايه، انا بشرب ويسكي. ويسكي بيوجعني. ايوه يا خلو، ايوه يا خلو، كاسين ويسكي يا ام وحات النبي ونقعد نزار وقت. بس يا ولا اختش. خلاص يا ام بهزر معاكي في ايه؟ بقولك يا ميرا، لو جاي حبيبتي تنكدي عليا مبروك. ايه ده بقى؟ ايه اللي غيرك فجأة كده؟ والله طالما انتي مبسوطة خلاص براحتك. بس على فكرة بابا لو كان عايش كان هيبقى مبسوط قوي في يوم زينا. بابا؟ جايز. بقولك يا ميرا، انا عايز اسألك سؤال. اتفضلي. هو انتي ازاي عشتي كل ده مع ولاد سمية؟ اسمهم بنات عبد العزيز مش بنات سمية. ماشي يا ستي، بنات عبد العزيز، ازاي عشتي معاهم برضو؟ انا كنت عايشه مع بابا مش معاهم. بعدين انا عايزه اقول لك على حاجه، انت خسرت كتير قوي انك ما قربتيش من بابا الفتره اللي فاتت. بكره هتعرفي كلامي ده كويس قوي. ميرا بقول لك ايه، خلي ماما حبيبتي تاخدك وتنزل تشتري لك فستان عادل، عشان انت اكيد مش هينفع تحضري الحفله بالهبل اللي انت جايه بيه ده، احنا مش ناقصين فضايح. لا انا عملت كده ما تقلقيش، نزلت انا ومروان واشتريت فستان هيعجبك قوي. انت ومين؟ مروان؟ طب انت كويسه اهو، امال كنت فين من زمان؟ والله انا عملت كده علشان ما تزعليش وعشان شكلي برضو. هو مش مروان ده برضو يبقى ابني عمو سمير ولا ايه؟ عمو سمير؟ لا كده الموضوع كبير قوي، كده انا لازم افهم. انت شكلك مش سهله خالص يا بيبي. سهله وصعبه على فكره، انا بتكلم بنيه صافيه جدا، مفيش في دماغي اي حاجه. طالما قلتي البقين دول يبقى فيه، وفي كتير. بقين؟ والله عيب، عيب لما قيت ان اللي عاشت وسط الناس الهاي بعيد عن الحواري دول بقين والفاظ وحاجات كده. عامه يا ستي مبروك عن اذنك. اه نسيت اقول لك، الفستان اللي انا اشتريته هيعجبك قوي. انت عارفه ده منين؟ من الشركه ومن المجموعه الجديده كمان. ايه مالك ساكته ليه؟ لا خالص على فكره، انا مبسوطه قوي ان انا هشتغل. خدي بالك طبعا عشان دي تحت الاختبار. اكيد ان شاء الله هطور قفلك. ان شاء الله. يعني انا بجد متشكره قوي. علي وانا ممكن اعرف وانت ليه عملت كده؟ عايز تعرفي الحقيقه؟ يا ريت. صعبت عليا ايه؟ زعلتي ولا ايه؟ اه. لا اوعي تزعلي بقى من الحقيقه بعد كده. وعلى فكره انت ما صعبتيش عليا علشان مرضي وكده، انت صعبت عليا عشان كنت قاعده في البيت ومستسلمه.
والاستسلام ده حاجه وحشه قوي. اضحكي بقى. جبتي ورقك؟ طب يلا بينا على المكتب. اتفضلي. ابني متجوز؟ مطلق. أنا آسف. لا على إيه؟ أنا بقيت حاسس إن نص البلد مطلقين والنص التاني عايش مع بعضه غصب عنه عشان خاطر الولاد. مش للدرجة دي يعني. أنا بقيت حاسس كده. أنت لسه زعلانة مني؟ أنا بس ما حبيتش الكلمة الصراحة، يعني مش بحب إن أنا أصعب على حد. يا ريت أنا أصعب على حد. أصعب على حد ولو مرة واحدة بس ويخليني أشوف ابني. وأنت مش بتشوفه؟ لا مش بشوف. القانون. القانون شايف إن الست ملاك وطيبة ومفيش زيها. الراجل بقى ولا على إيه؟ وأنت بقى ملاك؟ ملاك ولا شيطان؟ ده حتى لو شيطان الشيطان ده ملوش نفس يعني إنه يشوف ابنه. لا له نفس طبعاً. مش كده؟ تخيل انك لا ابني على بعد شارعين من المنطقه اللي انا ساكن فيها وما بشوفوش، مع ان انا واخد حكم بالرؤيه لكن ما بشوفوش. طليقتي عايزه كده. شفتي وقاحه اكتر من كده؟ هاتي الورق. دكتور مجدي الحقني يا دكتور. مالك يا منى في ايه؟ خليل ما بيتحركش. ايوه يا نغم، بقول لك ايه، عايزه اعرف خليل عليه فلوس لمين؟ كل ما ليه مديون بيه انا هسدده. خليل مات. انا كويسه قوي، كويسه جدا. كويسة قوي، بس أنا عايزة أقول حاجة لكل الناس اللي بيشتغلوا في المستشفى دي. هو مات عشان معهوش فلوس، بكرة أنتم كمان هتموتوا عشان معكوش فلوس. واللي حصل ده علمني إني لازم أبقى غنية، وغنية قوي كمان، عشان ندوس على الناس قبل ما تدوس عليا.